السلام عليكم البنات، كديري لاباس؟ بخير، كنتمنى تكونوا على خير. كنشكر الناس اللي كيسولوا عليا فني كنغيب في اليوتيوب. واخا اليوتيوب كيجي تقل مني على قبلكم، الصراحه كندير الفيديوهات حيتاش الناس بزاف كيبغيو يبقاو يتبعوا الفيديو والشرح بشويه بشويه بالتفاصيل. المهم نتمنى ان شاء الله نبقاو دائما نحطوا الفيديوهات، ما نبقاوش نغيبوا بزاف. اليوم ان شاء الله بحول الله غندوز لكم الجديد اللي هو حطيته في الانستغرام، وغندوز لكم بالثمن حيتاش كل مره كنجيبوا حاجه. هذه المره جبت ديباك وحاولت نجبد لكم كلشي داكشي اللي عندنا بالنحاس والكوكياج، خدمه زوينه صراحه قال حتى الثمن زوين. وقبل ما نبداو ان شاء الله على بركه الله، بالنسبه لهذا الباك اللي كيسولوني عليه اللي حيت كنتقاد هذا اللي بهاد الشبيكه، هذا راه مبخره مشبكه، وكاينه اللي مبخره ما مشبكاش. فيه مبخره هكا مشبكه، فيه مريشه كبيره، فيه بونبونيير بحال هادي كتحطي فيها البخور ولا سرغينه، وفيها هذه مغرقه بحال هكا حتى هي كل نحاس. صوينيه النحاس 270 درهم، راه كاينين دابا اللي بغاهم يتواصل معايا واتساب. بالنسبه للباكات اللي حطيت في الانستغرام وكان عليهم الاقبال والتساؤلات بزاف، غندوزهم لكم باك باك مع الثمن، عاد ندوزو لافامي اولا العائله ديالتهم اولا نفس الخدمه ديالهم. اول باك فيه جوج من هادو تبارك الله ما شاء الله، راه تقاقلين حتى الغطاء ديالهم تقالين، غير 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 القبضه. هانتوما شوفوا كيفاش العرض ديالها، كلها نحاس، كتجي بحال الوريقه بحال هكا، هذه كلها نحاس. كيجيو هادو تقالين تبارك الله، كلهم مخدومين هكا بالكوكياج. كوكياج هذا راه طبيعي الخدمه ديال اليد، كيف كتشوفوا راه كيكونوا الاختلاف الاحجام وفي المونتاج ديالهم باش كتعرفوه، راه مونتي مانيوال باليد. كيجيو جوج منهم، كيجي معاهم بلاطو بحال هكا كتستعمليها كتسيرفي في شي حاجه ولا تخدمي في شي حوايج بحال هكذا، اولا كتحطي فيه هادو. وكيجي حتى ديكور زوين صراحه، نحاس والكوكياج تقيقلين 550 اول باك. ثاني باك كيجيو فيه ثلاثه ديال هادو نفس الخدمه كنهضروا عليهم، نفس المونتاج تقيقلين. البلاطو كيجي طويل، كتقدري تخدميه حتى هو في الحطه، تخدميه في هكا في بسطلات هكا طوالين، كيجي في بزاف الحوايج، يجي كديكور حتى هو حطه فنة. النحاس والكوكياج 650 درهم. كنمشيو للباك الثالث اللي هو هذا، كيجيو فيه طويجنات، الغطا ديالتهم حتى هما الغطا تبارك الله ثقيل، كيجيو هما مفطحين على هادو ثقيقلين. كيجي البلاطو هكا كنقولوا مستطيل، كيجي طويل هذا خلاص، يجي بسطلات فن حتى هما نفس المونتاج. كيجي هنايا الكوكياج ديالهم فوق، والبلاطو داير بهذا الكوكياج اللي هو ما عرفتش كيقولوا ليه هو الكوكياج وما عرفتش كيقولوا ليه العاج، ياك كل واحد اشنو كيقول ليه. المهم حنا كنقولوا ليه الكوكياج طبيعي وشكله زوين، وكل وحده كيكون عندها لون ماشي متشابهين. هذا داير 670 درهم، هذا لي باك اللي حطيت. بالنسبه للطويجنات اللي كنت جبت شحال هذه ديالهم، حتى هما راه ثقالين وعراضين عليهم كبارين يهزوا اكثر، دايرين 170 ثقالين نفس الخدمه، 190 ها الثمن. بخدام مخدومين حتى هما بالكوكياج كيف ما كتشوفوا ونحاس. كاينين بحال هادو اللي كيجيو ثلاثه البواطات نفس الخدمه، كيجيو فيهم بحال هكا طبقه وحده من الكوكياج، اولا جوج طبيقات بحال هادو بحال هكا، اولا حتى ثلاثه طبقات من نفس الخدمه بالحجر مونتين ونحاس زوينين. كيجيو عده استعمالات للبخور، تقدري جوج ديريهم البخور وحده لهداك داك لي زاكسيسوار ديالك، يجيو استعمالات كثيرين، يجيو كديكور فوق بلاطو فنين صراحه. 160 درهم. كاينه هاد الفرقه اللي هي حتى هي عريضه هكا وغليظه، حتى هي مخدومه نفس الخدمه بالكوكياج وتقيله تبارك الله نفس الخدمه، دايره 450 درهم. كاين هادو حتى هما اللي كنا دوزنا شحال هادي، حتى هما كيتخدموا هكا بالكوكياج، كيجي فيهم ابريق بحال هكا
شكل شرقي مع كويسات حتى هما مخدومين بالكوكياج 380 درهم. بالنسبه للناس اللي كتسول على البريق واش كيتخدم، هو راه هانتوما كيف كتشوفوه راه يتكب فيه الداخل، واني راه ما يتلحش من هنا، ما يتكبش زعما الماء من هنايا، ما كيتكبش. بالنسبه للناس اللي بغاتهم ما تزمزم، واللي بغات تعمرو بشي حاجه هكا تعطي ريحه ولا شنو راه تقدر تعمرو، واني راه ما غاديش تكبهم من هنا. كويسات كيف ما كيجيو سته الكويسات والتبصيل ديالهم اولا البلاطو بالكوكياج والنحاس 380 درهم. كاين هذا الزواق اللي بالكوكياج، وكاين هذا الزواق اللي كيجي بحال هكذا، هذا فيه جوج لوينات حتى هو بريق هكا مع سته الكويسات، كيجي ب 240 درهم نحاس. بالنسبه نبقاو دائما في نفس الدم اولا نفس الخدمه، كاينين هادو بحال هكا السكريات حتى هما ثقيقلين ونحاس 120، كاينين هادو في هكا في الفضي وفي النحاسي 150 درهم. كاينين هذه اللي في الصفر هي هذه كيف ما قلت لكم 150 درهم. كاين هذا الزواق نفسه حتى هو كيجيو هكا جوج ليفات نفس الشكل مختلفين في الحجم، وهما خدمه كيف ما كتشوفوا نفس الخدمه، هذه 130 درهم وهذه 140 درهم. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على هادو راه هما جاوا دابا حاليا في الحجم كاملين، احجام كاملين. هذا تبارك الله ما شاء الله راه الوسطي، راه تبارك الله كيبان كبير، كيخدموا خدموا بالفتيله. بالنسبه للناس اللي كتسول هالفتيله هنا كيدار ليسانس الفتيله اللي بغات تبقى هكا سخون يبقى الحاجه سخونه، وكاين اللي كيخدموهم ديكور اولا كيحطوهم غير على هكا بلا ما يحتاجوا يخدموها. هذا دير 1050 ثقالين تبارك الله ما شاء الله، و ثانيين باش مخدومين مخدومه غليظه. هذا 1050، كاين هذا كبار منه دير 1200، وكاين هذا اللي كيهز مثلا 6 5 الكيسان شكل بحال البريريد، حتى هو نفس القضيه عنده هاد الفتيله حتى هو بحال هكذا داير 630 درهم. كاين هكا براد ما فيه حتى شي حاجه بحال هكذا، ما مرهون حتى شي حاجه، براد كيتحط حتى هو نفس الخدمه وثقيل تبارك الله. جبت لكم برجيلات داير 500 درهم، وكاين هكا اللي هو بومبي اولا كيهز اكثر فيه السامبل اول نفس النقشه 550 تقارين تبارك الله، ومتانين نفس الخدمه. هذا الشيء فيما يخص هذا نفس التام اللي كانت تساؤلات عليهم، حاولت ندوزهم لكم في فيديو واحد، غنزيد مازال ندوز لكم الزيزوات حتى هما. بالنسبه للناس اللي غتصورني على هذه 700 درهم حتى هي نف ثقيله، كنهضر على نحاس اللي ثقيل وكلها نحاس تبارك الله، كتجي هكا بخرة ومعها البلاطو 700 درهم. كاينين زيزوات حتى هما كيمشيو نفس التم او نفس الخدمه اللي كيجيو بحال هكذا، راه كندوزوهم دائما. كاين هكا هادو المغرفين دابا اللي كاينين، هذه 240 والوسطيه 190، وكاينه هذه 230، وكاينين في الفضيين حتى هما راه نفس الثقوليه 230 والوسطيه 180. غنحاول ندوز لكم دابا تقريبا كل شيء في فيديو واحد، باش اللي سولني على هاد الموديلات غنحاول نرسل ليه فيديو جامع لكل شيء مع الثمن. بالنسبه للناس اللي كطلبني على الحوته ديال 1250 اللي جبتها لكم، حوته 1250 كتجي هكا بومبي من هنا وبومبي من هنا، كيجي فيها الحوته والبسطيله، هذه راه كتجي طويله هكا، كتجي كي قلت لكم الحوته والبسطيله 1250 درهم. فيديو الماجي ان شاء الله غيكون فيه البلاطويات الشواء اللي وعدتكم بهم بقياسات هادو السواني ديال القطبان مذهبين وفي البيض، القياسات كاملين مع الثمن، وان شاء الله نطرق كاع الجديد اللي جا مع الثمن في الفيديو الماجي. ما بغيتش نطول عليكم بزاف، نستودعكم في يد الله الذي لا تضيع ودائعه، وما تنساوش ديروا واحد جيم وبارطاج.